بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا ومرحبا طلابي طلاب الصف الأول الثانوي. فتحدثنا عن الخطوات الخمس للقراءة المتعمقة، والآن يا شباب نتحدث عن أسئلة العملية الرابعة، وهي أسئلة للقراءة المركزة، وهي أسئلة ما بعد القراءة. لابد أن أنا أسئلة ما بعد القراءة أسأل نفسي عن خمسة أسئلة. إيه هي الخمسة أسئلة؟ هل أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات؟ هل أنا أجبت عن جميع الأسئلة؟ هل إجاباتي صحيحة؟ هل الملخص جيد ومنظم؟ ومتى سيكون موعد المراجعة اللاحقة؟ يبقى خمس أسئلة بسأل نفسي، بقول أسئلة ما بعد القراءة. إيه الخمس أسئلة اللي أنا هسأل نفسي بعد ما قرأت الموضوع؟ هل أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات؟ ربما تكون بعض الموضوعات استهوتك، وربما شعرت بعدم الرضا عن فهمك. يعني أنا قرأت موضوع ولكن أنا غير راضي عن نفسي. لماذا؟ لأنني افتقدت بعض المعلومات الأساسية السابقة، لم أركز عليها ولم أفهمها. وإنك لم تتعرف على معاني بعض المفردات، وبعض المفردات برضو ما عرفتهاش، أو أن بعض المصطلحات لم يكن واضحا لديك تماما. كل ما شابه ذلك يضطرك إلى كتابة أسئلتك على صورة تعليقات في الهامش. أكتب أسئلة وتعليقات في الهامش على ورقة خارجية. لماذا؟ لكي تسأل بها معلمك أو أحد الطلاب المتميزين من زملائك، أو ترجع إلى مرجع علمي أو معجم لغوي. لماذا؟ لكي أستفي معلومات التي لم أرضى عنها خلال قراءتي للنص. هذه الخطوة تساعدك على إتقان الموضوع إلى درجة أنك تشعر معها بأنك لست بحاجة إلى مزيد من المعلومات. يبقى ملخص الفكرة ده يا شباب، أنني إذا قرأت موضوع أو درس وأنا غير راضي عن نفسي في فهم هذا الموضوع لعدة أسباب، أننا معلومات أساسية ما لم أتقنها، وأنني لم أتعرف على بعض المعلومات، وأنني لم أعرف بعض المصطلحات، كل هذه الأشياء أرجع بها وأسأل بها فيها معلمي. طبعا أدون هذه الأشياء، النقاط اللي هي لم أرضى بها عن نفسي أدونها وأراجع مع معلمي أو أحد زملائي المتميزين. إذا أنا عملت كده وأرجع إلى المرجع أو معجم لغوي، إذا أنا عملت كده فده يساعدك على إتقان الموضوع، وتشعر فعلا بأنك لست بحاجة إلى مزيد من المعلومات. الخطوة الثانية، وهي هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ سؤال تطرحه على نفسك. حول أفكار الموضوع، هل أنا الأسئلة اللي طرحتها على الموضوع كافية لأفكار الموضوع؟ أو أسئلة الكتاب؟ أو أنا أجبت عن جميع أسئلة الكتاب بدقة؟ إذا أنا أجبت عن جميع الأسئلة، أسئلة الكتاب أو الأسئلة اللي وضحها في الهامش بدقة، يبقى أنا فعلاً فهمت الموضوع فهما جيدا. طب إذا أنا لم أستطع الإجابة عن جميع الأسئلة ولم أفهمها بدقة ولم أجيب عنها بدقة، علي أن أعيد القراءة بحثا أو باحثا عن أجوبة لتلك الأسئلة. وربما يضطرك الأمر إلى الاستعانة بأحد الزملاء أو بالمعلمين. عليك دائما أن تتأكد من الإجابة عن جميع الأسئلة. بسأل نفسي سؤال، هل أنا فعلا جاوبت عن جميع الأسئلة؟ هل أنا جاوبت عن جميع أسئلة الكتاب؟ إن كنت جاوبت عن أسئلة الكتاب فأنا فهمت الموضوع فعلا جيدا، وإن لم أجب عن أسئلة الكتاب تعيد القراءة وتجيب عنها، وإن اضطرك الأمر أن تراجع أسئلتك وأجوبتك مع أحد الزملاء أو تستعين بأحد الزملاء أو بولي الأمر أو بالمعلم حتى تتأكد من الإجابة فافعل ذلك. الخطوة الثالثة، وهي بسأل نفسي سؤال،
أو السؤال الثالث: هل إجاباتي صحيحة؟ هذا السؤال يجعلك تشك في صحة إجاباتك، هل إجاباتي صح ولا لا؟ طيب، لتعود إليها مرة أخرى لتتأكد من صحتها. طيب، علشان أتأكد من صحتها وأعرف إجاباتي صحيحة، يبقى لابد إن أنا إما أرجع للكتاب وأقارنها بإجابات الكتاب، أو إما أرجع لزميل لي وأقارن معه إجابات الأسئلة، أو أستعين بمن أثق فيهم في القدرة العلمية، أو مع المعلم. إنك لن تكون واثقا من فهم الموضوع إلا إذا كنت واثقا من صحة إجاباتك. يبقى إزاي أعرف إن إجاباتي دي صحيحة؟ ها، أعود لها مرة أخرى وأتأكد من صحتها. طيب، أنا شاكك إن إجاباتي ممكن تكون خطأ، أفتح الكتاب وأقارن إجاباتي بإجابات الكتاب، أو أقارن إجاباتي مع زميل، أو أستعين بشخص أثق في قدرته العلمية. إنك إن فعلت ذلك فأنت واثق من فهم الموضوع. السؤال الرابع: هل هذا الملخص اللي أنا عملته سين وجيم هذا جيد؟ طيب، يبقى أنا اتعلمت في خطوات القراءة الخمسة المركزة كيف ألخص بأسلوب سين وجيم من خلال استخدام الرسوم والجداول، وكيف تدون ملحوظاتك، ومن المهم أن تستخدم الورقة والقلم للتلخيص، أي أي موضوع تقرأه بهدف الدراسة أو التعلم وأنت فعلت ذلك أثناء القراءة، فعليك أن تلخص ما تقرأ في ملخص يحتوي على سين وجيم. آخر مرة أو آخر سؤال، يبقى عليك أن تراجع الملخص بتاعك وتشوفه مكتمل في الإجابة ولا لأ، من خلال الرسوم والجداول، ومن خلال التعليقات، ومن خلال التدوين والملاحظات. السؤال الخامس الذي يجب أن أسأله أيضا في القراءة المتعمقة: متى سيكون موعد المراجعة اللاحقة؟ إمتى راجع؟ إذا كان الاختبار غدا، فربما كانت هذه القراءة هي القراءة الأخيرة، آخر مرة حقرأ عشان اختبار بكرة. وإذا كنت تستعد للاختبار قبل موعده بأسبوع أو أسبوعين، فأنت بحاجة إلى تحديد موعد لاحق للمراجعة. يبقى أنا عندي الاختبار بكرة، يبقى لابد أن أنا راجع النهاردة إلا راجع. طب عندي الاختبار بعد أسبوعين وأنا بذاكر في المادة، بأضع تاريخ لاحق لكي أراجع المادة، قد يكون ليلة الاختبار أو قبيل دخول الاختبار. يبقى هنا السؤال قبل: لماذا أقرأ؟ بحدد الهدف من القراءة. أثناء القراءة عما يتحدث؟ نظرة استطلاعية حول النص. بعد القراءة: هل وجدت مبتغاي أو ما أريد؟ مدى وفاء القراءة بحاجتي؟ بكده يا شباب هنتوقف على آخر استراتيجية من استراتيجيات القراءة المركزة، وهي استراتيجية التركيز والفهم، وإن شاء الله في حصة قادمة نكون بدراستها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.